أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقلنا النجوى هي المسارة، والنجوى حينما تكلم عنها القرآن طلب منا أن لا نتناجى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، فيبدو أن الحادثة كانت في هذا الإثم وعدوان ومعصية مين؟ ومعصية الرسول. ولكن إذا تناجتم فتناجوا بالبر والتقوى. والحق سبحانه وتعالى رخص في النجوى لمن أراد ثلاثة أمور هنا: صدقة، أمر بمعروف، إصلاح بين الناس. قال لك ليه؟ لأن أمر بصدقة لا يأمر بصدقة إلا إنسان لم تتعود يده على الانبساط بالصدقة. ودي معناها إخراج إنسان عما ألف واشتهى من البخل والانقباض. فإذا قلت له أمام الناس تبقى عملت في إيه؟ تبقى فضحته وأتعبته وأبعدت قبوله للنصيحة، لأنه ربما شاقك ليدافع عن نفسه. لكنك إذا ما أسررت إليه بهذه المسألة علم أنك تحبه بحق ولا تريد أن تشهر به، وعرف أنك أنت حسن النية في هذه العملية. ده كلام كويس. فتقول له يا شيخ أنت ربنا موسع عليه ونعمته كبيرة عليه وحواليك ناس كذا وكذا، مش عارف ابسط إيدك يعمل مش عارف إيدك بينك وبينه. ولذلك احنا قلنا سابقا أن الناصح الذي ينصح غيره يجب ان يتحرى وقت النصح وحال المنصوح. ان كان يريد ان تثمر نصيحته، ولذلك شوقي رحمه الله قال النصح ثقيل، لان معنى النصح انك انت كويس ياللي بتنصح وهو مش كويس فبتنصحه بحاجه، يبقى انت ازيد منه ولا مش ازيد منه، والنفس ما يعني مجبوله على انها ما تحبش الغض منه. كويس كده قوي. قال النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، يعني تلطف ايه؟ والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. استعيروا لها خفة البيان. كذلك اذا كنت هتأمر بصدق او تأمر بمعروف يعمله انسان او تريد ان تصلح بين الناس ما تقولش الكلام على الايه، لان من الجائز انك انت لو قلت الكلام عشان تصلح بين الناس تجرح مشاعره. تقول له يا اخي ازاي انت عملت الشيء الفلاني والشيء الفلاني، ده هو قال عليك كلام طيب وانت اللي بس يعني لسانك حته زي دي، ده اتكلم عليك وقال كذا يبقى اذا دي النجوى فين؟ تبقى كويسه ولا لا؟ فكأن الحق سبحانه وتعالى لم يطلق القضيه ضد النجوى، وانما جعل في النجوى استثناءات تعينه على المنصوح ان يلتزم بايه؟ بمنهج النصيحة. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. من يفعل ذلك اللي هو ايه؟ امر بصدق، امر بمعروف، اصلاح ايه؟ بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله لا علوا على المنصوح. لا علوا، مش عايز تتعالى عليه انك انت يعني بتصوب له ايه تصرفاته، او رغبة الثناء ممن يترتب عليه اثر الامر من الصدقة او الامر من المعروف. فافعلها ابتغاء مين؟ ابتغاء مرضات الله. والفعل ابتغاء مرضات الله فعل معجل الجزاء والثواب. ساعة تفعل فعلا وانت تبتغي به وجه الله اخذت جزاءه في وقتها. لكن ان ابتغيت جزاء الناس انتظر بقى ان كان عندهم وفاء ان يجازوك. ولذلك واحد يقول لك يا سلام انا صنعت في فلان جميل وتنكر للجميل واذاني، نقول له ما انت تستاهل لانك عملت الجميل له فربنا وكلك اليه، لكن لو عملت الجميل لله لضمنت الجزاء من الله عليك. يبقى انت اللي تستاهل، يبقى انت اللي ايه؟ انت اللي تستاهل لانك انت عملت الجميل فوكلك الله الى ايه؟ اليه. ودي ساعات
يصنعها الحق سبحانه وتعالى مع العبد الذي يعرف له خصلة خير. بس دي زلة يقوم يقول له طيب انا هخليك تنعض من الحكايه دي. انما لو ما كانش فيه خصلة خير وربنا عايز يعني يعلمه كان سابه على ايه؟ على غماه. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. شوف بقى الكلام، فسوف نؤتيه اجرا عظيما. كلمة سوف دي كان يقدر يقول ايه؟ فنؤتيه اجرا عظيما، فسنؤتيه اجرا عظيما. انما هو جاب ابعد المسافات بتاع سوف، لان الفعل لما يكون الجواب الشرط على طول يجي من غير سير ومن غير سوف. زمنه يعني قريب كده شوية نجيب الايه؟ السير. وزمنه بعيد شوية نجيب ايه؟ السوف. ليه؟ ام قال لك لان مناص الجزاء الاخرة. مناص الجزاء ايه؟ اياك ان تفهم تقول طب انا عملت جميل ما ربنا ما اتنيش. هو قال لك ايه؟ اتيناه وسنؤتيه. ده هو قال فسوف ايه؟ مما يدل على ان الجزاء وان جاء عاجلا ليس هو كل الجزاء على هذا العمل، لان الجزاء اللي جاي هيبقى ايه؟ هيبقى كبير. ولذلك ما يوجدش لفظ يؤديه الا مين؟ الا فسوف. فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ولذلك قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يمني امته الايمانيه بشيء انظروا اليه في العقبه. لما العقبه جه والانصار بقى جولوا من المدينه وبعد ذلك قالوا انت اخذت لنفسك يا رسول الله واحنا عايزين ناخذ لنفسنا، ماذا لنا ان نحن وفينا بهذا؟ شوفوا العظمه، شوف عظمة الجواب، شوف إلهامية الرد. قال لكم الجنة. مع أنه كان يقدر يقول لهم لكم أنكم تنتصروا ولكم أنكم هتاخدوا مشارق الأرض ولكم أنكم هتاخدوا مغاربه ولكم أنكم هيجي لكم خير البلاد الإسلامية. لا ما قالش حاجة من دي، لأن هب أن واحدا سمع بأن كذا ثم استشهد غدا، ما خدش حاجة. إنما بيجيب الحاجة اللي هتضمن مين؟ الكل، اللي هي الجنة. وليدلهم على ان الدنيا اتفه من ان يكون جزاء الله محصورا فيها. يقول لا خد الاخرة، اوعى تقول الدنيا دنيا. ذلك الرجل اللي قال له انت بتحبني؟ قال له نعم احبك. قال له قد ايه كده؟ قال له قد الدنيا. قال ما اتفهني عندك. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه، نؤتيه اجرا ايه؟ اجرا عظيما. نؤتيه من الفاعل الحق، ووصف الاجر بانه اجر ايه؟ اجر عظيم. ومن شب بعد الحكايه دي يقول يا معشر الامه الايمانيه التحموا برسول الله، امتزجوا به لتكونوا معه شيئا واحدا. اياكم ان يكون لكم رأي له، هو المبلغ عن الله، فاللي امن به يعمل ايه؟ يلتحم به. ولذلك سيدنا ابو بكر الصديق ساعة ما بقى يحدثوه عن سيدنا رسول الله بانه يقول حاجات عجيبة، يقول هو قالها ولا ما قالهاش؟ يقولوا قالها. قال ان كان قال فقد صدق. انتهت المسألة، مش عايز دليل عليها، انتهت. هات بقى يجيب المقابل بقى. ومن يشاقق الرسول، يشاقق ده كلمة يشاقق دي جابت لي شرق، والشق لا يكون الا في امر كان ملتحما. وهتشقه بالطول كده تفصله، مش بنشق العرق الخشب كده طبعا، او كان ملتحم ولا لا؟ اذا فقد التحمتم برسول الله ايمانا، مش كده؟ وقلت ده رسول، اهو ده الالتحام بقى، شهدت بانه مبلغ صادق عن الله، يبقى التحمت به ولا ما التحمتش؟ اياك بقى تشرك هذا الالتحام. ان جه حكمه قلت له مثلا حبيت تعارض ولا، يبقى شققت مين؟ جعلت الرسول في شق والعياذ بالله، وانت في شق اخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لان انت خلاص ما دام تبين لك الهدى وامنت بالله الها وربا وامنت بالرسول مبلغا، يبقى خلاص انتهت الايه؟ اسلمت زمامك. ولذلك احنا قلنا ايه؟ عمل العقل
في ان ينظر في ادلة الوجود الاعلى لله. اذا امنت بالوجود الاعلى لله بقيت مرتبة وهي ان تؤمن بالمبلغ عن الله، لان قصارى ما يعطيك الدليل الايماني على وجود الله ان وراءك ووراء الكون قوة قادرة حكيمة عالمة فيها كل صفات الكمال. انما بالله العقل يعرف اسمها ايه؟ ما نعرفش اسمها ايه بالعقل، دي ما تجيش. طب مطلوبته منك ايه تعرفها بالعقل؟ انما لازم يبقى بلاغ عنه. اذا فايمانك بوجود قوة اعلى يستلزم منك ان تؤمن حتما بوجود بلاغ عن الله. يبقى اذا تبين لك الهدى في الوجود الاعلى وفي البلاغ عن الله التحم بقى. يبقى انت تفعل الشيء تفعله لان الله قال، وتفعله لان رسول الله قاله او فعله او اقره. ان اعدت تدخل بقى في مماحكات نقول له راجع مين؟ راجع ايمانك بالله اولا وايمانك برسول الله ايه؟ برسول الله ثانيا. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى، واحنا قلنا الهدى هو الايه؟ الامر الموصل الى الغاية. موصل لمين؟ للغاية. احنا لما قلنا ان كل فعل من افعال الخلق لازم يبقى له هدف. هدف يعني غاية، انت بتعمل دي ليه؟ اللي بيعمل الفعل ولا لوش هدف ده يبقى اللي مجنون، اللي يعمل زي ما يكون بقى. انما حاجة لها هدف يبقى لازم تعرف الهدف اولا. اذا فلا يمكن ان يتحقق لك معرفة هدى الا بعد ان تحقق هدفا. وتقول اكثر طريق يوصل الى هذه هو ايه؟ هو هذا. يبقى مثله الايه؟ الهدى. من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الله، من يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى وينتج عن هذا ان يتبع غير سبيل المؤمنين. اذا سبيل المؤمنين ان يكون مع مين؟ مع الرسول، ملتحم ملتزم، مش كده؟ فاذا هو شاقق الرسول يبقى رجع عن ايمانه بالرسول، وكمان ما اتبعش سبيل مين؟ سبيل المؤمنين. اذا ففيه كلام للرسول، ومؤمنون اتبعوا الرسول بالتحام. اللي بيشاكك الرسول بيعمل ايه؟ بيخالف مين؟ يخالف الرسول ويخالف مين؟ ويخالف المؤمنين في ايه؟ في سبيلهم. ولذلك وان هذا صراط ايه؟ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما دام بقى السبل يعني ما عنديش الا سبيل واحد، ما عنديش الا ايه؟ الا سبيل واحد. ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. احنا ساعة ما يجي لفظ محتمل ان يكون اداة شرط ومحتمل ان يكون اسم موصول، من يذاكر ينجح، تبقى عملت من هنا ايه؟ اسم موصول. الذي يذاكر ينجح بقت اسم موصول، انما من يذاكر ينجح تبقى عملتها شرطية. اذا ففيه بعض الالفاظ تصلح ان تكون اسم موصول وتصلح ان تكون ايه؟ شرطية. اسم موصول الجملة تمشي زي ما شرطية، يبقى فيها جزم في فعل الشرط وجزم في ايه؟ في جواب الشرط. ان ده نفس في الشرطية، الذي نفس في الموصولية، لكن من مشتركة، تنفع اسم موصول وتنفع ايه؟ شرط. ان كانت شرط واسم موصول نعرفها ازاي؟ قال باللي يجي بعدها. قال لك ايه؟ ومن يفعل ده. طيب افهمك. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، تبقى دلت على انها هنا ايه؟ شرط. ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقوم يقول نوليه ولا نوليه؟ لازم يجزمها بحذف حرف العلة، نوليه. ولذلك بعض الناس يقول لك ايه؟ نوليه ولا نوليه؟ ونصليه ولا نصليه؟ نقول له ما هو انت هتعملها ايه؟ هتعملها اسم موصول؟ ان عملتها اسم موصول تقول ايه؟
من يتبع ومن يشاقق مش من يشاقق ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه تبقى اسم ايه منصور. لكن ان عملت شرط يبقى لازم تكذب نبقى يشاقق ونعطف ونقول ويتبع هات الجواب بقى نوليه مش كده ونصليه نحذف حرف الايه نحذف حرف الال نوليه ما تولى اولا ولي معناها قربة كن فلان ولي فلان يعني بقى ايه قريب منه فليتبع غير سبيل المؤمنين نقول له والله ايه الله يملها لك بركة مع السلامة يا اخوه نقربه منه نقربه ايه منه الله نكله الى ما ايه ولذلك بقى نيجي دي في الجزئية نيجي في القمة الايمانية نقول انا اغنى الشركاء عن الشرك لان اللي يحتاج الى شركة ده مين اللي فيه زاوية ضعف وعايز شريك يقويه بالله واحد يشارك واحد على تجارة كده الا اذا كان ما عندوش المال الكافي لادارة التجارة واحد يشارك واحد على عمل يبقى الشرك انا اغنى الشركاء عن الشرك لان لي قوة فاعلة لا تحتاج الى معونة فانا اغنى الشركاء عن ايه عن الشرك فمن اشرك معي شيئا اقوم انا اعمل له ايه قل له خذ خلص انا مش عايزك وروح لكلك فمن اشرك معي شيئا فهو ايه انا اغنى الشركاء عن الايه عن لان الشركة اول ما تشهد ان دي عجز في ناحية بده يقوم ناحية انا اغنى عن الحكاية فمن اشرك معي ايه شيئا نقول له ايه انت له كذلك نوليه ما تولى نقول الله يملأ لك ايه الله يملأ لك بركة ومع ذلك نقول نوليه ما تولى نقربه من مراده اللي هو عايزه لان احنا عارفين ان هو مش هينتفع به واكبر مقلب منا فيه اننا نوليه ما تولى الله لكن عطائي الذي بدأتك به يا عبدي مش هرجع فيه الاسباب التي امرتها ان تخدمك ان فعلتها مش هقول لها يا اسباب كفي عن خدمة فلان بس انا هقربك للي انت بتحبه خلاص ويبقى اكبر عقوبة مني لك انني ايه انني قربتك له تعال قوي لكن فضلي عليك بابتداء النعمة الممدة في كوني مش هقول لها انقبضي عني برضو يا اسباب ظلي في خدمته يا شمس اديله الضوء والحرارة يا هواء هب عليه يا ارض اديله من عناصرك الخير يا اذا حرسك وبذر فيك اديله الخير يبقى ما رجعتش في ايه في عطاء نولي من كان يريد حرص الاخرة نزد له في ايه ومن كان يريد حرص الدنيا اهي نولي ايه نؤته منها نقول له خدها اشبع به خد انما ملكش في الاخرة ايه من نصيب كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا مش كان العطاء على المؤمن بس ده نمد العطاء لمين لو لم يكن لله الا هذه المسألة لكانت كافية بان نلتحم به ونحبه نوليه ما تولى وبعد ذلك نصله جهنم وساءت ايه مصيرة بالله مصير ايه يبقى شكله ده ان الله لا يغفر ان يشرك به دي من ضمن الايات اللي تميزت بها سورة الايه سورة النساء كده ان تجتنبوا وان اخر ان الله لا يغفر ان ايه يشرك دي اسمها الخيانة ايه الخيانة العظمى طبعا الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن انسان لم تحدث له توبة عن الشرك فيؤمن لان خلاص الايمان يجب بايه يجب ما قبله ومن عظمة الايمان انه حين يؤمن بالله وتخلص النية في ايمانه وبعد ذلك جاءه قدر الله بالموت
يقوم يمكن يديله نعيم اكثر من اللي عاش مؤمن طويل، لان اللي عاش مؤمن طويل يمكن عمل بعض السيئات فياخد بعض. انما مخيريق حينما امن وجاءت المعركة وقال لهم مالي كله لمين؟ لمحمد، ودخل المعركة فقتل، ما عملش اي، ما صلاش ركعة، وبقى شهيد ولا ما بقاش شهيد؟ شوف العظمة الايمانية. نعم. ان الله لا يغفر ان ايه؟ ان يشرك، لان دي الايه؟ قلنا الايه؟ الخيانة اللي بنسميها الخيانة العظمى. واحنا دي البشر ولله المثل الاعلى برضو استعمل الحكاية دي، خلي جماعة شركة في عملية كده ثورة وانقلاب وعملوا مش عارف ايه، وبعدين يجي واحد منهم يعمل البدع الا ان يتعرض للثورة بالايه؟ بالنقد، يبقى مقبول برضو، ما فيش مانع. ونغطرش عليه ونعمل كل حاجة، لكن اذا جاء علشان يعمل انقلاب نقول له ايه؟ فاذا ان الله لا يغفر ان يشرك به، يعني دي اسمه ايه؟ خطيئة القمة. ويغفر ما دون ذلك لمين؟ مش عملها بقى كده بس، اخضعها لمين؟ لارادته ايه؟ لارادته هو. والا كانت الناس بقت ايه؟ تبقى على حل شعرها. ولازم يكون يتوب عن الايه؟ عن الذنب. احنا قلنا مش مجرد ما عمل ذنب خلاص يطرد من الرحمة، لان احنا قلنا فرق بين من يأتي الذنب وهو يعلم انه مذنب وان حكم الله صحيح وصادق الا ان نفسه ضعفت، وبين من يرد الحكم على الله. يبقى عايز يعمل الذنب يقول يلتمس له وجه حل، يقول لك لا الربا، الربا مش حرام، العملية دي مش حرام. قول لي يا اخي الربا حرام بس ظروفي صعبة شوية، وانا يبقى اسمك عاصي بس، انما لما ترد الحكم على الله تبقى ايه؟ يبقى والعياذ بالله كافر. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خدوا بالكم ان بعض المستشرقين اللي بيدعبسوا لنا في القرآن الحقيقة، واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسود. يوم هم لما يتكلموا في حاجة زي دي يوم يخلونا احنا ننبش عن الاعجاز القرآن وننبش عن البلاغة، يوم يقول لك اهو القرآن بيقول ايه؟ ان الله لا يغفر ان ايه؟ ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعدين يبدو ان محمد سهي فقال آية تانية، سهي يعني الكلام من مين؟ اكن القرآن من عند مين؟ سهي. يقول لك ايه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. طب ما هو ايه اللي ما يغفرش دي؟ نقول له ما هو اصلك انت امي في ملكات اللغة، لكن لو كنت انت اللغة عندك ملكة وسليقة وطبيعة كنت ساعة ما تفهم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب، كنت تفهم ان الشرك من الذنب. الله. لان ما هو الذنب؟ الذنب ان تعرف قضية ايمانية ثم تخالفها. انما المشرك مش داخل في الحكاية دي خالص، ده في القمة في الاول. يبقى اذا الآية متناقضة ولا هو اللي مش فاهم؟ هو اللي مش فاهم. طيب، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله. ليه؟ لان احنا قلنا زمان هب ان المشرك اخذ من متع الحياة، حياته محدودة ولا مش محدودة؟ ده انفضلت له المتع يبقى هو هيسيبها، مش كده؟ طب وان ما فضلتش وطلعت منه تبقى هي حد ايه؟ خلاص؟ وبعدين هتسيبه او يسيبها تسلمه الى ايه؟ الله. الى الله. لما يروح لله في الجزاء والحساب هي الاخرة دي لها زمن؟ يا سلام، ما اطول شقاءه بجريمته. يبقى ضلال بعيد ولا لا؟ ده اللي بيضل ضلال شوية صغيرين كده يبقى معلش الغاية وينتهي، انما ده ايه؟ بعيد. يبقى بعيد ولا مش بعيد؟ بعيد قوي. يشرك بالله؟ قال لك ما هو اصل في ناس
مسألة وجود الله دي ما يقدروش يجدوا فيها أبدا، إنما يعملوا له شركة، يعملوا له إيه؟ طب لو في واحد ينكر الحكاية دي خالص مش ألوهية أو ده الكفر، يبقى الشرك هو بيعمل إيه؟ برضو بيؤمن بمين؟ بس نوش إيه؟ نوش إيه؟ ولذلك شوفوا بقى سيدنا إبراهيم، فإنهم عدو لي الأصنام كده، إلا رب العالمين. الله، إنهم عدو لي إلا رب العالمين، يبقى ده استثنى من إيه؟ لا يستثنى إلا من داخل في المستثنى. إنهم يعني الإيه؟ اللي انتوا بتعبدوه ومؤمنين به انهم اله، كل دول مين؟ عدو لي الا رب العالمين. يبقى كأنهم كانوا بيؤمنوا بالله بس حاطينه اياه مين؟ شريك. فاللي غير ربنا عدو لي، الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقيني الى اخره. يبقى اذا الشرك انك انت ما انتش غادر قضيه وجود الله دي، ما انتش غادر عليها عدو. فتخلي برضه الله وتجيب وياه ايه؟ شريك. تجيب وياه ايه؟ شريك. طيب الشريك دي بتعبدوه، بيعبدوه بقى يشوفوا ايه عايز ايه. ولذلك لما ينزلقوا في الجدل يقول لك ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. لو قالوا ما نذبح لهم الا ليقربونا الى الله زلفى كتير كده تبقى معقوله شويه، انما ده اثبتوا لهم عباده، اثبتوا لهم ايه؟ عباده. يبقى ما تنفع ولا ما تنفعش؟ تبقى ما تنفعش. هات بقى اللي بيعبدوه بقى ويستمعون ويدعوه في مصائبهم وبتاع، قال ايه؟ ما يدعون من دونه ان بمعنى ما، ساعة ما تشوف ان كده، لان ايه مرة تبقى ايه؟ مرة تبقى شرطية ان تذاكر تنجح، ومرة تبقى نفي، مرة تبقى ايه؟ ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. يعني ايه؟ والذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. يعني ايه؟ ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم. تبقى ان بمعنى هنا ايه؟ بمعنى ما، نفي. ان يدعون من دونه الا اناثا، الا اناث. ده انتوا عندكم كل شيء ضعيف تكلون المرأة. ولذلك هو لما خطبكم قال ايه؟ او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نتكلم عن المرأة، ده انتوا بتدعوا اناث، والاناث دي في عرفكم انتم ما بتعملش نص ولا بتعمل دفاع. ولذلك وما ادري ولست اخال اد، اقوم ال حصن ام نساء؟ قوم يعني مين؟ رجال، لانهم هم الذين يقومون في المشاكل. اقوم ال حصن ام ايه؟ ام نساء. فانتوا بتدعوا ايه؟ اناث. يا ترى اناث دي لانها ضعيفه، ام قال لك ولا كانوا بيقولوا ده الملائكه بنات الله وكانوا يعبدون الملائكه؟ طب يا اخي لما ربنا يبقى له بنات ويبقى له بنين، اشمعنى لما تيجي تقسمهم وتعملوا ان ربنا البنات؟ قال ايه الحكايه بتاعتكم؟ طب ادوا لمن خلق الجنس الاقوى. ولذلك قال تلك اذا قسمه ايه؟ قسمه ضيزه. ده كلام على الاول. ولا ان يدعون الا اناثا، ان الاصنام اللي كانوا بيعبدوها كلها لما تنظر الى اسمائها تجدها كلها اسماء مؤنثه. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وفيه أسافي وفيه إيه؟ نائلة. الله، كلها إيه؟ أنتم بتدعوا إيه؟ إناث. يا ترى الأصنام اللي أنتم بتدعوها دي إناث؟ ولا أنتم بتدعون نساء والنساء لا ينصرون ولا يدفعون؟ كلام بده يثبت إن اللي أنت بتدعيه ما يغنكش ولا ينفعك ولا يضرك زي النسوان تمام. ولا هم الاصنام بس باسماء مين؟ ولا هي الملائكه لانهم قالوا منهم ايه؟ بنات الله. ان يدعون الا ايه؟ الا اناثا، وان يدعون الا شيطانا مريدا.
خد بالك بقى من اسلوب القرآن، ساعة موئين يدعون الا اناسا، فالاسلوب اسلوب قصر، يعني ما يدعون الا ايه اناسا. يبقى لما تيجي تقول ايه ما اكرم الا زيدا، يبقى نفيت الاكرام عن غير زيد ولا لا؟ يبقى اثبتت الاكرام لزيد ونفيت الاكرام عن غير زيد. فسأت يقول ما يعبدون الا اناثا، يبقى غير الاناث ما يعبدهمش، فكيف يعطف عليها بعد ذلك وما يدعون الا شيطانا مريضا؟ طب ودي تيجي ازاي بقى؟ طب ده هو بيقول ان يدعون من دونه الا ايه، ده اسلوب اسمه اسلوب ايه قصر، واسلوب القصر معناها ان تقصر الفعل على المقصور عليه، لا يتعداه الى غيره. فان يدعون الا اناثا زي قولك ما نكرم الا زيدا، ما دام قلنا ما نكرم الا زيدا يبقى غير زاد يدخل في الاكرام. ولذلك ما تقدرش تقول وانا اكرم عمرا، لانك انت نفيت ان يكرم غير مين؟ غير زيد. ده كلام على الحب. الا ان تعطفه في الاستثناء، ان تعطفه في الاستثناء. طب ان يدعون اي ما يدعون الا اناثا هي الاصنام، وبعدين قال ان يدعون الا شيطانا مريض، يبقى ما يدعون يبقى في قصرين ولا لا؟ يبقى ازاي القصر ده يمشي والقصر ده يقول له تعالى بقى نشوف كده. الاصنام اللي كانوا بيعملوها دي كانوا بيدعوا اللي بيخدموا الاصنام ان في جوفة شيء بيكلمهم، في جوفة شيء، فبقوا يقولوا ان كل صنم فيه واحد بيكلمه، الواحد ده ايه شيطان. هي الشياطين بس تبقى شياطين انس ولا شياطين جن وانس؟ ما هو برضو كده. طب ما هو صح برضو عملية نصب ان السدنة على الالهة بدهم يجعلون للالهة سلطة ويجعلون لها نفوذ علشان ايه الخير يجي بقى للآلهة وللسدنة تنبسط بقى وتهيئ، ويوقفوا واحد كده بصوته ويغير صوته واجش ويقول كذا ويقول كذا، اذبحوا لي كذا هاتوا لي كذا، الله، زي ما بيحصل في الدجالين. ما بيحصل في مين؟ علشان يثبتوا لنفسهم ايه، وهو يمكن حاطط واحد كده ورا البتاع ولا اي حاجة كده. ام قال لك الله، يبقى الواحد ده ان كان شيطان حقيقي وانتهز الفرصة في الصنمية لينفس سمومه للحادية، ادي ماشي، وان كانت من شغلة السدنة يبقى برضو شيطان انس، يبقى يشطان جن يشطان ايه، شيطان الجن وشيطان الانس متمثل في ايه، في قلب الصنم. يبقى اذا هم ما يدعون الا اناثا وما يدعون الا شيطان، يبقى هم الاثنين وامر واحد ولا لا؟ يبقى امر واحد. ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون اي وما يدعون الا شيطانا. الشيطان ده الشطن، وهو البعد مشتط بعيد. طيب مريدا، شيطان ايه؟ مريد. فيه كلمة مارد إيه؟ ومريد. ام قال لك احنا قلنا زمان ان كل الامور اللي تغيب عن الحس مأخوذة من الامور الحسية، مأخوذة من الامور ايه؟ الحسية. فلما تيجي تمسك كلمة ميم وريه ودال المادة دي، نقوم نلاقي مثلا أمرد مش كده، وامرأة مرداء وشجرة مرداء، الله، وصرح ممرد. المادة كلها دايرة حوالين ايه؟ لان في ساعات المادة تدور حول معنى واحد والمعنى يشيع في جميع مشتقاتها. فنشوف ايه امرض ومريض. ما قال لك ملساء. امرض يعني منابت الشعر فيه ملساء نعم. طيب وصرح ممرض بتاع بالخيط مصقول صقلة ناعمة لدرجة انها اشتبهت او ظنت انه ماء، مش كده؟ ولذلك كشفت عن سقلها فنصبها ايه ينبل، قالوا انه صرح ممرض من قوارير. شو بقى الصرح الممرض من قوارير؟ يعني املس وناعم. طب والشجرة المرداء؟ انتوا بتشوفوش نخل؟ النخل كده لما يجوا يقطعون جريده
يبقى باقي بعد الجريد حاجة احنا نسميها فيعرفنا الفلاحين قحط، اللي هي اسفل الجريدة ايه العريض شوية كده، وده يفضل شوية بعد ما نقطع الجريد، وبعدين نبقى ايه ما بنقطعوش كله، بنسيب فيه حتة ملتصقة بالنخلة عشان لما نيجي نطلع نعملها سلمة. فيه نوع ما يمسكش، تيجي تقطعه روح عامل كده تبقى النخلة ايه مرداء ملموسة، تيجي تنكب تتزفلط، ولذلك لازم يعملوا لها حاجة عشان ايه يطلع عليها يبقى يشمك، فيقوم يقولها بعد الايه المسامير او يعملوا فيها نقر او اي حاجة عشان تقدر ايه، يبقى كل المادة مادة ايه شيطان مريض يعني ايه متمرد ايه ما تقدرش من ملسته تمسكه، ما تقدرش من ملسته ايه تمسكه، يملط منك زي ما يكون مزفلط يعني حاجة مزفلطة ايه تيجي تمسكها ادي الشيطان، ويبقى مارد ومريض وممرض ومرضاء، كل ده وامرض كلها داخله من مين المسكين، ان يدعون من دونه الا ايه وان وبعدين الشيطان لما يجي يمسكوا بقى في الاخره يقولوا انت وانا انا مالي ومالك، انا ما كانش لي عليك سلطان الا انني دعيتك وعملت لك كده فجيت، انا لا عندي قوه ارغمك على الفعل ولا عندي حجة اقنعك به، انما انت اللي خايب من تشويره جيت. يبقى اذا بيعرف بيملص ولا لا، انما هو يملص من الحج علينا، انما يملص من هناك شوف يا سيدي، ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا، موصوف بان الله طرده من رحمته، لعنه ليه لعنه الله، ساعة ما نقول لع شيطان مريض لعنه الله يبقى نشوف ليه اللعنة جت، مش هو أذنب؟ طيب أذنب، طب ما هو آدم أذنب برضه قلنا كمان زمان، وآدم إيه طب اشمعنا ده لعنه الله واشمعنا ده فتلقى آدم من ربه كلمات تاب عليه، نقول له لأن فيه فرق بين ان ترد على الله حكمه. ابليس لما قال له ربنا اسجد قال ايه ااسجد لمن خلقت طينا انا خير منه، الله 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 الله، يبقى رد الحكم على الله ولا لا؟ لكن ادم قال ايه قال ربنا ظلمنا انفسنا، الحكم بتاعك صح بس انا ما قدرتش على نفسي، يبقى اذا هو ده، ولذلك اللي يحذر كل واحد يجي على حكم من احكام الله ويقول لك لا ده مش حرام، قل له يا اخي قل له هو حرام بس انا مش غادر على نفسي، بدل ما يبقى البعيد كافر تبقى مؤمن عاصي، يمكن توبه ولا استغفاره ولا بتحكي عنك الايه، انما الناس بقى ربنا سبحانه وتعالى طمس على بصائرهم وعايز يقول له خليك مؤمن عاصي يقول لا والله لازم اكون كافر، انت شريكي لعنه الله طرده من رحمته. وعلشان تعرف ان ابن ادم لازم يكون يقظ لحبائل الشيطان، لانه ما دام مطرود من رحمه الله لازم تحذر منه، ده تاخد بالك منه قوي، ولو قال ابن ادم برضه اعمل كل فكره كده كان من الممكن ان هو يفند كلام ابليس، ما هو بيقول لك كيد الشيطان هو مش قوي الا على الخايف اللي عنده غفله، انما بيقول لك ان ادم مش متطور ان واحد يحلف بربنا كده، ما هو لسه على غماه بقى داخل الدنيا جديد بقى، ما في مش متطور ابدا ان واحد يحلف، وقاسمهما قاسمهما يعني اقسم بالله انه لهما من ايه ناصحين، طيب من الناصحين، خليك بقى يا سيدي ادم لما قال لك ان ربنا لم ينهكم عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين، ده ما نهاكم عن الشجرة علشان ما تبقوش لانكم لو كلتوا منها تبقوا ايه وتبقوا خالدين، طب بالله يا اخي لو ان ادم بقى يعني اعمل المسألة شوية كده تقول له الله طب ما دام انت عارف الحكامة تاكل انت منها وتبقى ملك وتبقى من الخالدين، ده انت عملت ارنب قلت يا رب انظرني الى يوم يبعثون،
طب ما دام الشجره دي كانت هتخليك من كنت كل مين يعني كان الاصل كده. انما الحق سبحانه وتعالى بيدينا ايه؟ ان الانسان لازم يكون المؤمن ايه؟ المؤمن يقظ. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. خد بالك بقى القرآن لما بيعالج قضية، القضية دي عايزة تدبر. طب إبليس بيتكلم المسألة دي ولسه مش موجودة إلا مين؟ قال كان آدم وحواء، فكيف علم ما يكون في البعد يعني في المستقبل من إن هيبقى له شوية ويتبعوه؟ لأتخذن من عبادك ايه؟ نصيبا مفروض. لأتخذن، شوف الاخذ بقى، لأتخذن من عبادك نصيبا يعني شوية قسط من الخلق ومفروض لازم استولي عليه ضروري. كيف عرف هذه؟ اهو عرفها بالقياس المنطقي. ام قال مدام انا قدرت على ابوهم ادم وامهم حواء يبقى هم اللي مش هقدر عليهم وانا هقدر عليهم؟ يبقى قالها ظنا من واقع انه قدر على مين؟ على ادم وعلى الاب. ولذلك القران يجي في ايه تانية ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. ساعة الناس ما جم وياه عملوا ايه؟ صدقوه بالظن بتاعه. يبقى متى كان عمر الظن؟ امتى كان الظن؟ ساعة قال ايه؟ لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. خدها بايه؟ بالظن. من مقدمة هي ايه؟ قال لك انا قدرت على ابوهم وايه؟ وامهم. ومدام قدرت على ابوهم وامهم مع ان ابوهم وامهم خدوا التكليف من الله مباشرة. تكليف من الله. فاذا كنت انا حاول يبقى اللي هياخدهم من وسط رسل بقى والطول الحكايه يبقى دول ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ خدها بالايه؟ بالظن. الظن المبني على الايه؟ الدليل. لان احنا قلنا الظن نسبه راجحه، نسبه بس مش متيقنه، انما ايه؟ راجح. يقابلها الوهم وهي نسبه ايه؟ مرجوحه. ولقد صدق عليهم ابليس ايه؟ ظن عن ابو. ولذلك قال برضو لأحتنكن ذريته. وقال بعزتك لأغوينهم أجمعين. ايه استثنى علشان ايه؟ مدام قال نصيب مفروض يبقى مش هياخدهم ايه؟ مش هياخدهم ايه؟ كلهم. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا ايه؟ مفروضا. الفرض هو القتل. ولذلك يقول لك ده شيء فرض يعني ايه؟ مقطوع لا كلام فيه ايه؟ ابدا. نعم. طيب الوسيلة ايه انه ياخد نصيب مفروض؟ يعمل ايه؟ قال لنا على الوسائل بقى. ولا اضلنهم، يبقى ده تفصيل لايه؟ لطرق الاخذ. لطرق هو فصلها اجمالا عند قوله ايه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. واحنا قلنا زمان ان طبعا الشيطان مش هيقعد الا على الطريق الطيب، لان الطريق الوحش السالك مش عايز شيطان، ده هو نفسه الطان. انتهت المسألة. يبقى مش هيروح زي ما قلنا على القمارة، انما هو يجي على باب الجامع يشوف الناس بتعمل خير. ولذلك يقول لك انا بتجيني الوساوس في الصلاة. طب امال يحج لك انت؟ ده اشرف موقف لك ما ينادي ربك. يوم الشيطان لازم بده يعمل ايه؟ لازم يلغيك عندي علشان يحبط ثوابك وتنتهي. فدي تبقى ظاهرة صحية في مين؟ في الايمان، ولكنها تحتاج الى يقظة. اليقظة ايه؟ ان ساعة الشيطان ما يجي لك بنغزة. ولذلك شوف القرآن يقول لك واما ينزغنك من الشيطان نزغ. ساعة النزغ ده اشعره انك متنبه اليه. ساعة ما يجي النزغ ربنا قال فاستعد، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله. وان كنت حتى بتقرأ اقطع القراءة اعوذ بالله من الشيطان بفزعة كده. يوم هم لما يعرف انك تنبهت له مرة واثنين يقول لك بقى ارقم ما عادش هيجي لك تاني. والى لقاء اخر ان شاء الله.